لا تحتاج أن تكون سرياً أو مديراً تنفيذياً لإحدى الشركات، ولا حتى رائد فضاء لتحظى اهتمام الآخرين. فقط كل ما تحتاجه أن تكون نفسك. إن الأمر يتعلق بقدرتك على إبراز ما تمتلكه من صفات تجعلك مختلفاً عن من حولك. ومن خلال موقع كورا المتخصص في الأسئلة وإجابتها، أجاب آلاف الأشخاص على هذا السؤال: كيف يمكنني أن أصبح شخصية مثيرة للإعجاب؟ ولقد اخترنا إليكم في هذا الفيديو أفضل الإجابات، كيف يمكنك أن تقنع الآخرين والأهم نفسك بأنك إنسان رائع وتحظى بالتميز والإعجاب. أولاً، لا تكن تقليدياً. إن الاستحواذ على اهتمام الآخرين غالباً ما يلزم له أن تكون شخصاً مختلفاً في بعض الأحيان. لدي صديق فعل شيئاً لم يفعله أحد من قبل. لقد سافر إلى أحد الجزر وقضى يومين هناك مصطحباً مع بعض معدات التخييم. لكن ليس كل الناس لديهم الموارد والتخييم الدافعية للانطلاق وتحقيق أرقام في رحلة التخييم. لذا فكر فيما تملكه من خبرات غير عادية. لا تقلد أحدا في ملابسه ولا طريقة حديثه. استفد من الآخرين، لكن أخلق لنفسك شخصية مختلفة لتجارب غير تقليدية. ثانيا، كن منفتحا. إحدى الطرق التي تفقدك إعجاب الآخرين التقوقع داخل الذات، بعيدا عن وجهات النظر والآراء المختلفة. عوضا عن ذلك، عليك اقتفاء أثر الأفكار والخبرات الجديدة التي ستغير طريقتك بالتفكير والشعور. ثالثا، تعلم كيف تروي قصة. ربما تفتقد القدرة على توصيل المعلومة والخبرة للآخرين، وافتقادك القدرة على توصيل ذلك للناس سيقوم بزعزعة شخصيتك أمامهم. لذا يجب عليك أن تتعلم مهارة الكلام. لست بحاجة إلى تفريغ كل ما بعقلك في المحادثة، عليك فقط أن تهدف إلى جعلها محادثة مثمرة. ابدأ في التفكير في مواقف حياتك على أنها هدية يمكن أن تقدمها للآخرين، وغلفها بأفضل الورق لديك. ومن المثير الاهتمام أن الأبحاث الحديثة كشفت أن الرجال الذين يتمتعون بالقدرة على رواية القصص يجذبون النساء أكثر من غيرهم. ويقول كاتب الدراسة: يرجع الأمر إلى أن الراوي الماهر يتمتع بالقدرة أكبر على التأثير بالآخرين، ومن ثم اكتساب السلطة أثناء المحادثة. رابعا، استمع واظهر التعاطف. إن إحدى الطرق التي تجعلك مثيرا لإعجاب الآخرين اهتمامك بهم. هذه الصفة كانت إحدى الوصفات التي روجت أديل كارنجي في كتابه الأكثر مبيعاً، كيف تكتسب أصدقاء وتؤثر في الناس، إذ أوضح أنه بإمكانك أن تكسب أصدقاء خلال شهرين فقط لاهتمامك بهم بشكل كبير. استمع بعناية للآخرين وعبر إظهار قدر من التعاطف. اجتهد في فهم دوافعهم وأفعالهم، فقليل منا ما يجيد هذه المهارة. خامسا، اسأل أسئلة جيدة. حينما تكون في مناسبة ما، لا تحتاج الحديث كثيرا عن نفسك لتقنع الآخرين بك. بدلا من ذلك، ادخل في محادثة صادقة معهم. وجه لهم أسئلة واقعية وليست أسئلة لمجرد تمضية الوقت أو الفضول. سيكون هؤلاء الأشخاص في نهاية اليوم انطباعا بأنك من أكثر الأشخاص المثيرين في الإعجاب الذين التقوهم حتى الآن. سادسا، عبر عما تعتقد. الأشخاص الذين لا يعبرون عن آرائهم ولا يستنكرون عن أي شيء أشخاص مملون. تشعر أنك لا تريد إجراء محادثة معهم على الإطلاق. عليك محاولة التعبير عما تعتقده وتفكر فيه بالفعل، حتى لو كان آراؤك لم تلقى استحساناً من الآخرين. سابعاً، تتبع شغفك.
بدلاً من اكتسابك معلومات في الموضوعات التي لا تسي شغفك، عليك أن تختار الموضوعات التي تميل إليها ومن ثم تقوم بالتعمق فيها. في هذه الطريقة ستبدو حيوياً وجذاباً حينما تتحدث عنها مع الآخرين. لا أعتقد أن هناك شيئاً سيجعلك مثيراً للإعجاب أكثر من أن تسير وراء ما تحبه حقاً. ثامناً، اقرأ كثيراً. إذا كان لديك الوقت والمال للسفر حول العالم فهذا شيء عظيم، لكن إذا كنت لا تستطيع ذلك فعليك أن تتعلم عن الثقافات والحقب التاريخية المختلفة من خلال القراءة. وبحسب الأبحاث التي أجريت خلال العقد الماضي حول الآثار النفسية للخيال الذين تنميه القراءة، تبين أن الأشخاص الذين يقرؤون كثيراً هم الأكثر قدرة على التعاطف مع الآخرين وفهمهم. تاسعاً، اقضي وقتك مع أشخاص ظرفاء. الأشخاص الذين ترافقهم يؤثرون في شخصيتك، فإذا كنت ضمن مجموعة من الأشخاص المملون أو الساخطون أو الجاديين فمن المرجح أن تصبح مثلهم. ويحدث ذلك أيضاً عندما تصادق أشخاص مثيرون للإعجاب. فكر في الانضمام إلى فريق أو مجموعة من البشر ممن لديهم شغف بهواية أو عمل معين. عاشراً، لا تفكر فيما ستقوله للآخرين. يقول الممثل الكوميدي بيل كونولي بموقع فاست كومباني إن ممارسة الفن الارتجال يمكن أن يساعد في تحسين مهارات الاتصال الخاصة بك، بمعنى إن عليك استماع عما يقوله الآخرين والتركيز فيه بدلاً من التركيز على ما ستقوله بعد انتهائهم من الحديث. 11، اكتسب مهارات جديدة. تأكد من أن الآخرين ينظرون إليك بإعجاب عندما تمد لهم يد العون في أي موقف. لهذا تعلم أكبر عدد من المهارات. بهذه الطريقة ستكون الشخص الذي يقصده الآخرين عند الحاجة، سواء كان صديقك يريد تصميم موقع إلكتروني أو يريد أن يستشيرك في مسألة بالرياضيات. وفي النهاية أصدقائي، شاركوا هذا الفيديو مع شخص يحتاجه، ولا تنسوا الاشتراك في قناة الحياة ثقافة.